الحين جوي جميل تغاني أنا حبي غير كل شيء أصير كلها بعندي أنا تبي تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حجي أنا هلتي حيل وطبيعي غير جوي جميل تعباني أنا حدي غير كل شيء أصير كل هبة عندي أنا كذي تكنولوجي عندي حجي تعباني أنا وبس سياسة بس حيارة عندي أدري يعني لما لما مهتمة صدق والله لا 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 يعاري تغشمرين وياي والله العظيم مساكم الله بالخير شباب بنات مثل ما عودناكم حلقة جديدة من برنامج قادرينج شو أكيد المميز الواقعي جدا اليوم حلقتنا يعني راح تكون جميلة جدا ليش؟ لأنه موضوع خفيف هو على موضوع خفيف مو بس موضوع خفيف موضوع بقى. خفيف وما كل أنا أبو جاسم وحبة حبة على قلبي حبة حبة طبعا قبل لا أبلش بداية برنامجنا حاب أهدي إهداء خاص حق احمد اول حس اكيد زين احمد الحساوي طبعا احمد الحساوي حبيبي انت وعيال اخوك اللي قاعد يتابعونا الحين اكيد نوجه لكم احلى تحيه انا وابو جاسم السمي ونقول لكم حبتين لكم وطبعا اكيد شري ابو حمود اقول لك شيء حق الحساوي والله يستاهل دام صاحبك على الراس ولا وعيال اخوك قاعد يتابعونا بعد وعيال اخوك والله يبختنا فاكيد يعني يا زين يلا يا حمود لا لا اسمك اسمك طلع اسمك يلا دوري يلا يعطيكم العافيه شباب بنات اتمنى الكل يكون اتمنى الكل يكون بخير يا رب الشريفه ذبحتنا طبعا كالعاده مخرجتنا زين صوتها عالي اتمنى الكل يكون بخير شل الصراخ هذا شل الازعاج هذا دليل ان احنا فينا باور انت ما تدري ليش فينا باور طبعا نايم البحر اتوقع انا اقول شغله طبعا اليوم كنت انا ومخرجه شريفه العمران طبعا وكاست المصورين اللي ويانا والانتاج كنا صراحه ما يعني قدمت يعني كنا احنا صراحه خارج اي اكيد يعني ايش راح فكنا احنا كنا متواجدين خارج انا عندي خبرين بعد احب طبعا منتخب الكويت للصم خذوا 6 ميداليات اوكي في بطوله تونس المعاقين وشيء مغرب على منتخب الكويت ولا قبل انسى محمود وابي اشكر انا شويه مخرجتنا اليوم محمود ما ادري مخرجتنا قاعد تقول لك اقول كمل محمود مخرجتنا عالي قاعد تقول مخرجتنا انت طقيت رصيف وصعدت شبتين عادي عادي انا طبعا على فكره انا ابو جاسم يعني للامانه عشان اللي كل اللي يتابعونا ان احنا صدق واقعيه حمود ويعني السمي يعني احنا انا وياه دائما نحب ندعح بعض وندش على بعض فاكيد يعني بالعكس يعني وبعدين انت قاعد تتكلم عن منتخب الكويت يعني اكيد منتخب الكويت اي والله يعني المعاقين خذوا 6 ميداليات ما شاء الله عليهم اكيد يستاهلون ذو الاحتياجات الخاصه انا لاني ما احب احد يقول عنهم معاقين انا ذو الاحتياجات الخاصه اوجه لكم احلى تحيه واقول لكم الله يوفقكم وان شاء الله بعد نبي ميداليات نبي ذهب 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 حبني حمود شلتي حبني حبني يا بعدهم حبيبي والله حبيب. يا حمود طبعا تبزلني. للمشاركه برنامج قادرينج شو اكيد اسفل الشاشه قادرينج شو بالفيسبوك طبعا بس طبعا الفيسبوك الله يستر انا للحين ما فتحت صفحه الفيسبوك اذا محمد حرز الله كان يعني امس اشتغل على الصفحه وعدلها راح يكون الفيسبوك يشتغل واذا ما اشتغل حمود حرز الله الله يسامحك يا حمود راح تخلي كل المشاركين انا تشيك حمود كنا بطلت بطلت ان شاء الله تكون بطلت والتويتر قادرينج شو بعد بالتويتر بس ما ادري الايبود وين اليوم تويت تويت صراحه انا ما ادري عنه بس ممكن التويت تويت راح يكون عند ان شاء الله حمود رضا يعني. زين واكيد اوجه تحيه حق اسرار حق شروق حق حمود زيد طبعا اللي جاي حياه الله واللي ما جاي هم حياه الله لكن احنا اكيد يعني وجودكم هو هدفنا اتصلوا بنا الان فلا تترددوا هذا المنتج طبعا هذا منتج تو نازل بالسوق وبيبسي طبعا عباره عن مشروب غازي تقدر تشربه وتصير بيبسي مان انا اليوم برعايه بيبسي مان اتفق ها
ايش رايكم فيني سريع ها؟ الحين سنح انا على المفسي مال مو يركض كله باللعبه تشي بسيقه يركض يركض هذا انا. على العموم الحلقه اليوم ان شاء الله راح تكون مميزه، نبي مشاركاتكم، نبي اي شيء حتى اتصالاتكم، اللي يحب يتصل عندنا ارقامنا اسفل الشاشه، يا ريت مخرجتنا بس يشوفون ارقامنا اسفل الشاشه. اعطى رقمك نقال 995 شنو هذا؟ حمود اليوم في مباراه قويه بالليل طالعها ولا لا؟ مباراه منو منو؟ برشلونه وميلان. ميلان حبيبي البرشا برشا برشا يمدل البرشا برشا اكيد برشا اكيد لازم تفوز حبيبي. حبتين حق كل البرشاويه واقول لكم يس راح نفوز اكيد يعني بلا منازع. يعني منو الفريق الثاني اللي قال عنه ايش اسمه؟ ما سمعت عنه ولا مره ادري عنه. الفريق الثاني سوري يعني بارضهم بايطاليا. منو؟ ميلان. مهم ما اعرفه يعني اوكي ما عليه. الفريق اللي قاعد يقول لي عنه هذا انا صراحه ما سمعت عنه. وتدرون البرشاويه يعني وميسي يعني ميسي يصيروها لذيذ لازم اليوم تحط لهم كنتاكي كنتاكي جولين وجولين حق كنتاكي. على العموم طبعا الحلقه راح تكون مميزه مثل ما قلت لكم وكل اللي قاعد يتابعونا ان شاء الله ان شاء الله تستانسون تستمتعون وياي انا وحمود. ويعني احنا تدرون يعني احنا ملاقين من زمان مو من الجديد يعني تعرف ملاقتنا راح تكون عليكم شويه دمها خفيف شويه دمها لذيذ شويه سرها لذيذ. حمود شنو طبعا انا راح اقول كم شروق جايه بالطريق واسرار ان شاء الله هم جاي يعني راح تاخرون كالعاده يعني تاخرون احلى شيء يندقر ان شاء الله كل وعلى قوله إيه احلى شيء يندقر وعلى اغنيه شاب حمود العوضي تكرم علي انا الحقر رحت فيها لا لا شروق شار العوضي سوري شار العوضي نوجه لك احلى تحيه والله نسيت لان الاسم عندنا هني محمد العوضي مخرج وانت مشعر العوضي فاكيد كلكم عيال العوضي فوق راسي حبيبي تفضل. لا بتويتر كاتبه الشروق انها جايه بالطريق يا كويتي يا كويتي الله الله اوميجا دلك. شوف ايش تبي بعد انت انت يعني عندك الكنترول ناس قاعد تغني حق برنامج الفنون ازعاج يعني كل شيء على عرضهم. انا قاعد اقول لكم على العموم على العموم شوف ترى الفكره يعني يعطيها العافيه اليوم مخرجتنا شريف العمران ما قصرت ما قصرت باللوكيشن برا صراحه ويعني يعني صراحه اكرمت كل اللي بالمطعم وحتى طلبت حق كل يعني طلبت حق كل المصورين وحق المنتجين والمخرجين واللي حتى اللي يمنا طلبت على حساب القناه. انا عتب عتب عليها يا حمود ان شقتنا ترى اليوم يعني مقدمه مو قادر اتكلم انا مو قادر اتكلم المقدمه ما تخليني كالعاده. طبعا سمعتي مخرجتنا شنو قالت؟ ترى شوف قاعد لا ما تخليني اتكلم مقدمه قالت لاحظ حاطه علي والله معليش عادي زين حمود ايش عندك قول قول انا اليوم اقول موضوعنا؟ انت ارتبكت انت اليوم لا لا بالعكس والله مرتبك كل شيء اقول موضوعنا ولا بعد؟ لا 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 تقول موضوع الحين انا قلت لك لازم احنا نعطيه نوع من التشويق موضوعنا تبونا نقوله حمود قوله حطلع فاصل مرت لهم بس ما راح نقوله حبيبتي اكيد طبعا ردينا لكم من بعد الفاصل وانا كنت اكيد متواصل بس مع الفيسبوك اللي مو راضي الحين يتبطل وحسافه حسافه اذا ما تبطل ترى مو احنا يعني 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 اكيد اكيد مو انتوا اللي خسرانين احنا اللي راح نخسركم ونخسر شوفاتكم وكومنتاتكم الحلوه بس اكيد حمود تو قط علي الايباد وقال لي ابو جاسم ابيك تقرا شو اسمه لتويتر وانا صراحه ماني مع التويت تويت تويت بس راح اضطر اني اقرا لتويتر بس خلاص بما ان تويت 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 وصلت شروق ايه اللي تقرا تويت 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 انا مره ثانيه على تويتر قادر تفضل انا لاني مالي بالقرايات هذه زين ليش بايقين كل هذا شفتي ليه اوه اوه انا حرامي شلونكم كيف اخبارك مره وصول الاربع خلال ساعه حصريا ليش قاعدين بروحكم انا تاخرتي لان انا تاخرت انتم قاعدين بروحكم وين وين حمد طبعا طبعا قبل اكلمكم واتناقش معاكم طبعا اعزائي وين كاميرتي وين كاميرتي 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 ابي كاميرا اعزائي المشاهدين حياكم الله شباب بنات شلونكم طبعا مثل ما انتم عارفين انا 2:04 اتاخر لانه طبعا انا وايد مجتهده فلازم ان انا اخلص محاضراتي يعني الاثنين والاربعاء ما قلتوا موضوعنا الحين صح؟ طبعا كالعاده نشوف المتابعين اي كالعاده طبعا احنا انا يعني نذكر مواقف اليوم شو صارت لك اهم الاخبار هالاشياء انا ما صار اليوم ولا موقف ولا اي شيء بس ما راح صريحة اليوم اليوم الموقف اللي صار معي ان انا قاعده بالكلاس وقاعده اسوي شيء إذا تدرين وارفع راسي ورد مرة ثانية اسوي كذي ورد ارفع راسي اليوم امير البلاد يعني الله يحفظه امر علاج بالخارج انه يتبنون علاج شاد الخليج طبعا معروف شاد الخليج صاحب اوبريتات الكويت المبدع بعلاجه في المانيا خبر اليوم هذا
الله يرده بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله رب يروح يرد بالسلامه. واكيد وشيء مغرب على يعني هذا صح سمو البلاد الشيخ صباح يعني ما شاء الله عليه ما يقصر مع الكل يعني اذا كان شخص لا اسم او كان شخص فنان او كان شخص حتى لو كان شخص عادي بس ان هذا مواطن كويتي فاكيد الله يرده يعني بالسلامه ان شاء الله من المانيا. ابونا صباح ما يقصر مع اي احد فيعني يعني شيء مغرب عليه فبس هذا الشيء. مو اول مره يعني تصير هالقرارات اللي فيها العموم انا بس قبل ما قرينا شيء قبل ما نبلش بالكومنتات مالت التويت تويت تويت ليش المشكله؟ اي كنت بقرا لك انا جايه انا حسبالي ان جرين ايز ماسك التويتر وقاعده اكتب انا جايه بالطريق جرين ايز افرش لي الاستوديو ورد افرش لي الاستوديو انا اللي كاتبت له اوكي احنا ما ندري كل شوي يسووا له رتويت فاحنا ما ندري عن التويت ولا هذا لان الحين التويت هي اللي راح تقرا شروق لكن قبل لا تقرا شروق التويت طبعا انا اعتذر بالنيابه عن محمد حرز الله بما ان حرز الله ما ادري ليش للحين مو راضي يمسك صفحه الفيسبوك وشكله على ما اعتقد نفس ما قالوا بالكنترول حرز الله قاعد يموت يحتضر فيطالب بالنجده ادفع ما شنو تنقذ حرز الله. المهم الفيسبوك اسمحوا لنا يعني لو اراويكم الصفحه بعلقه اليوم هل يعني عندي كومنتات حرز الله بس هي اللي داشه بالصفحه غير كذي ماكو كومنتاتكم انتم يعني سامحونا بليز يعني تعذرونا بس انتوا شاركوا لان بس بس بس, يعني بس يفتح الصفحه راح اكيد نقرا كومنتاتكم الغبي عندهم تويتر متواجدين وياكم احنا هني على صفحه التويتر ويا ريت لو تنزلوا لنا ايوه شنو؟ جادرينج شو بس تويتر جادرينج شو هي اسفل الشاشه عندكم شاركوا ويانا والحين شروق اقري لنا الكومنتات الحلوه طبعا اول شيء عندي دموش كويت كيو 2 الحلقه شلونك منال طبعا احلى تحيه حق اسامه منال العمران بليز. حبيبتي انا وايد احبك حتى احنا ولهنا عليك عندنا يقول الحلقه مو حلوه بدون اسرار اسرار للحين مريضه منو هذا اللي يقول دموش اسمه دموش ولا دندوش ولا دموش ما راح تيه دموش والله حبيبي صراحه هم احنا فاقدينها يعني انت اكيد الحلقه اذا اسرار مو فيها اكيد ما ادري هو واحد ولا واحده اصلا ما ندري اذا كنت واحد ولا واحده على العموم اذا اسرار مو موجوده اكيد احنا يصير لنا نوع من الخلل الفني داخل البرنامج ريون 22 ار يا رب ما ينفتح الفيسبوك امين عشان كل تويتر نورتي شروق نورك حبيبتي وليش ما تبين ريون ريون روان ايش دعوه هذه روان صالح صح؟ اي روان صالح مالت امس ليش ما تبينا ينفتح حرام في ناس الأغلبية في ناس ما عندها تويتر اغلبيه تويتر ترى على فكره يعني ترى يعني ترى على فكره احنا بالدول الحين خلاص احنا تقدمنا الحين صرنا احنا يعني تطورنا وصلنا لتكنولوجيا سريعه جدا فلازم من كل مستخدمين التويتر يستخدمون على التويتر لان التويتر صار شيء قديم الحين في شيء عندنا اسرع من التويتر شيء اسمه شنو يعني شنو هو شيء اسمه تروح انت مكتب بريد تسوي رساله وتحط طابع عليها وتدزها حق الشخص وبعد اسبوع ان شاء الله توصل بعد اسبوع هو يرد يعني يواصلك ترى صدقوني يعني هذه لذه الموضوع ان انت تشتاق لين تسمع الكومنت من رفيقك او الرساله الحلوه اللي ناطرها طبعا او تليفون او يدقون تلفون ها او يدقون تلفون علينا لا تلفون احنا ايش فيك انت سوالف تلفونات ما تلفونات قديم احنا نبي السوالف القديمه الله سوالف اللي تربط الرساله على حب الكويت تربط الحمامه وتقط الحمامه وتقول لها شو اسمه يا حمامه لا تروحين يمين ولا يسار روحي حق حبيبي وهذا هذا المسار كذي هي البرنامج حب الكويت حق واحد اثر عليه وايد من عادات وتقاليد واثار وهذا اثر عليك برنامج حب الكويت برنامجنا احنا حبيب برنامج حب الكويت احنا نتكلم عن كل شيء عن يعني كل شيء فادتك منها شوف كل شيء يعني شوف كل شيء بالاكيد طبعا اخراج شريف العمران اكيد نوجه له احلى تحيه من جادرينج شو اكيد طبعا بدون ما اطبل لها هي مخرجتنا هنا ومخرجتنا هناك يعني كل واحد زين على العموم برنامجنا يتكلم عن كل شيء في سياحه بالكويت وانه الشغلات انه نراوي الناس ان الكويت فيها كل شيء ولا حد يقول ان الكويت مو حلوه والكويت ما فيها الكويت فيها كل شيء وطبعا والله 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 يعني للامانه اليوم التصوير يمكن ثلاث ارباعه كل المقابلات اللي قاعد اسويها اني اسالهم ايش رايكم بالكويت والكويت حلوه وشي هذا كلهم من السعوديه يعني كلهم من اخواننا السعوديين يعطيكم الف عافيه صراحه منورين من الديره